بيت العود كان عامل احتفالية مهمة للفنان مينا جمال، وكان في حضور كبير وتفاعل من الحضور. احنا معنا دلوقتي تقرير عن الاحتفالية وكمان كواليس ما تم فيها، وازاي تم تعليم يعني مجموعة من العزف على او تعليمهم على العزف على العود، هنتابعها من خلال هذا التقرير. لكل نجم من نجوم الفن والموسيقى آلة بتكون سبب نجوميته وشهرته، خاصة نجوم العزف اللي بيتغنوا وبيلحنوا فنهم على أوتار آلة من أهم الآلات الموسيقية، وهي آلة العود اللي بتجمع ما بين أنامل الإيد وأوتار الخشب، فبتشكل مقطوعات موسيقية مختلفة. والأهمية نشر ثقافة العود وتعليمه وتدريسه، احنا موجودين معاكم من داخل بيت العود العربي بالقاهرة، أول مدرسة متخصصة لتعليم العود. البيت اللي مش بس بيخرج جيل من الموسيقيين والعازفين المحترفين، لكن كمان بيخليهم يقيموا حفلات بنفسهم زي الحفلة اللي موجودين فيها للفنان مينا جمال. تعالوا نسمع ونتسلطن ونعرف كل عشاق العود المكان هنا بيقدم لكم ايه. يلا بينا. الفنان مينا جمال هو واحد من أهم عازفي العود، وتخرج من بيت العود العربي عام 2012، ولأن من أساسيات منهج بيت العود العربي مشاركة أعضائه في الحفلات الموسيقية، قدم مينا جمال باقة من المقطوعات الموسيقية لمدارس العود المختلفة اللي جمعت بين المقطوعات الشرقية والغربية. ذاكرت كتير وحضرت بروفات كتير وحفلات كتير مع أستاذ نصير والأوركسترا، فديت بنذاكر اكتر ليها وكده، فديت بتخلينا جاهزين ان احنا نقابل الجمهور بعد كده في حفلاتنا احنا الخاصه يعني. المدرسه المصريه بتتميز بالطرب اكتر شيء عن المدارس الثانيه. المدرسه العراقيه بتبقى في جمل مثلا ومقامات خاصه بيها، والتكنيك بيبقى مختلف شويه عن المدرسه المصريه. سر نجاح الفنان مينا جمال وغيره من عازفي العود هتعرفها بمجرد ما توصل هنا وتشم رائحه خشب العود في جدران بيت الهراوي، وهو أحد البيوت الأثرية القديمة الموجودة في حي الأزهر، واللي أنشئ عام 1731، واللي احتضن بيت العود العربي اللي أنشأه الفنان العراقي نصير شمة عام 1998، بهدف تدريس وتعليم مهارات فن العود وتكوين مجموعة موسيقية عربية محترفة وتقديم كل الخدمات الخاصة بتعلم فن العود. بيت العود هو فكرة تدريس متخصص لآلة العود للمدارس الموسيقية الأربعة المصرية وعامة المدرسة الشرقية، المدرسة التركية، العراقية، وأيضا المدارس الغربية. هنا المكان بيتميز على الآخرين إن هو متخصص في كل تعاليم وتكنيكات آلة العود، إن الطالب بيدخل من هنا بيدرس المدارس المختلفة، بيدرس الأساسيات العزف على آلة العود لحد ما يتخرج ويكون أستاذ. البروس نفسها أو الستبس نفسها موجودة إنه بيكون طالب ثم استاذ تطبيق ثم استاذ، وبعد كده زي ما بنشوف هنا زي حفل النهارده استاذ مينا بيكون متواجد على المسرح وبيقدم حفلات. شيء عظيم جدا انه يكون للعود بيت خاص واهتمام خاص ومدرسه خاصه، وبما انه العود يعني ينتمي لمدارس شرقيه كثيره، المدرسه المصريه، المدرسه العراقيه، المدرسه الشاميه، المدرسه الخليجيه، المدرسه التركيه، المدرسه المغاربيه، فمدارس، ما يكون بيت العود في القاهره ويهتم بدراسه هذه المدارس يعني شيء عظيم جدا، خطوه عظيمه ومستقبل كبير ان شاء الله. اما الجمهور العاشق لعزف العود فهو كان مفاجأة الحفل، لأنه كان خليط ما بين اللي بيحبوا يسمعوا العود واللي بيدرسوا في بيت العود العربي والزائرين ليه، واللي أغلبهم كان من جنسيات عربية مختلفة، وكان كلامهم مليان حب وامتنان لمصر باعتبارها منارة الثقافة والفن، وإن المكان هنا ليه من اسمه نصيب، فهو بالفعل بيت العرب. الحفلة ممتازة جدا، وأنا أدرس هنا في بيت العود وتابع العود بصورة مستمرة، والعود هو غذاء للروح، الفن بالذات الفن الشرقي، الفن المصري، الفن العراقي، وبيت العود متميز جدا في نشر هذا الفن وتوزيعه والإبداع هذا الجميل. الحفلة اليوم كانت يعني شيء استثنائي، مزيج بين الموسيقى الشرقية والغربية بالعود، شيء يعني جميل على قولتهم يحلق فينا آفاق جميلة.
من عشاق العود ومن عشاق بيت العود ومن عشاق الأوبرا عامة. العود ده أصل الشرقي، أصل الموسيقى الشرقية هو العود. سهرة فنية رائعة على أنغام آلة العود عكست اهتمام الدولة بكل أنواع الفنون المختلفة وتقديم الدعم الكامل لكل دارس العود والراغبين في تعلم فنونه من خلال بيت العود العربي. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.